أعلنت وزارة الصحة والسكان أن عيادات البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة قد استقبلت الآلاف من ضيوف الرحمن المصريين، وذلك لتقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية والوقائية لهم. وأضافت وزارة الصحة أن البعثة قامت بعمل قوافل طبية للحجاج المصريين بالفنادق البعيدة عن الحرم المكي لتوفير العلاج لهم. تحولت عيادات البعثة الطبية المصرية إلى خالية نحل لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للحجاج المصريين الذين توافدوا بشكل مكثف على مدار الساعة بتلك العيادات، والتي حرص الأطباء خلالها على تذليل المعوقات كافة التي قد تواجه الحجاج المصريين كالفحص الطبي، وبخاصة أصحاب الأمراض المزمنة كالسكر والضغط وحساسية الصدر، إضافة لصرف الأدوية اللازمة للعلاج. إجمالي 14 عيادة، ده تقريبا كل الفنادق اللي فيها الحجاج المصريين، ما عدا بعض المجموعات بتبقى صغيرة اللي هي بتبقى مثلا أقل من 150-200 حاج، دول بيبقوا موجودين في بعض الفنادق، فاحنا بنعمل قوافل ليهم ان احنا بناخد فرق من الاطقم الطبيه، بناخد معانا الادويه والمستلزمات اللازمه وبنروح لهم. فالنهارده كنا في قافله لمجموعه من الحجاج تبع حجاج السياحه، وكنا عندهم وقدمنا ليهم، بنقدم ليهم من توقيع الكشف الطبي وبنديهم الادويه اللازمه، بالاضافه ان احنا كمان في عندنا فريق وقائي عشان المشاعر ان شاء الله بدايه من يوم الخميس، فاحنا بنجهز ليهم شنط فيها مجموعه من الادويه، هيتم ان شاء الله بكره وبعد بكره المرور على جميع غرف الحجاج في الفنادق عشان نعمل لهم التوعية اللازمة عشان فترة المشاعر، ونوزع عليهم الغرف ديت اللي فيها مجموعة من الأدوية حاجات الوقائية، ونديهم الندوات التوعية اللازمة عشان حمايتهم من الأمراض المعدية وضربات الشمس. كما حرصت البعثة الطبية إلى جانب تواجد عياداتها بمقر تواجد الحجاج المصريين لعمل قوافل طبية بالمناطق البعيدة عن الحرم المكي للوصول إلى الحجاج المصريين أينما كانوا، القافلة مزودة بالأطقم الطبية في التخصصات كافة وفرق الطب الوقائي لتقديم البرامج التوعوية والتثقيفية إلى جانب توفير الأدوية اللازمة للحجاج بالقافلة. نعدي على الغرف بتاعتهم، بنديهم ندوات توعية، بنقابلهم في الاستقبال بتاع الفندق، غير ان احنا بنفرش يعني بنقدم لهم الخدمات الطبية سواء كانت علاج بقى لنزلات البرد او للكدمات او للاصابات اللي ممكن يكونوا تعرضوا لها، وبنفضل معانا فريق طبي مكون من اطباء بشريين غير الاطباء اللي موجودين في العيادات، بنقدم لهم الخدمة وبنبقى متواجدين معاهم اغلب الوقت. ضيوف الرحمن أبدوا سعادة بالغة لوصول القافلة الطبية لهم وما قدمته من خدمات تشخيصية وعلاجية بشكل مجود. عملوا الواجب كله، كشفوا علينا وادونا علاج وبصلنا آخر انبساط. وصلنا الضغط وادونا علاج للخشونة وادونا علاج لرجلينا، والحمد لله يعني ناس يعني اللهم صل على النبي عليهم يسترها معاهم ربنا. عملوا لي تحليل سكر وقاسوا لي الضغط، وبصراحة قاموا معايا بكل واجب يعني الله يبارك لهم. قاموا لنا علاج ووقفوا معانا وخدمة هنا، كل حاجة حلوة. تحيا مصر. إقبال الحجاج المصريين على العيادات الطبية يؤكد ثقتهم الكاملة وانطباعاتهم الإيجابية تجاه البعثة الطبية المصرية لما تقدمه من خدمات تشخيصية وعلاجية تصل لمستوى الرقي. محمد حلمي، التلفزيون المصري.